قبل ما تعملوا سكرول وتروحوا تشوفوا شو في اخبار على منصات التواصل، خلينا نرجع نتذكر الفيديو المتداول الاسبوع الماضي لشاب فلسطيني وانتشر بشكل كثير كبير واكيد شفتوه او تابعتوه من خلال فولو اب. كان لشاب فلسطيني قام بطرد والدته من بيته بطريقة جدا سيئة بمساعدة زوجته اللي كانت متفرجة. هالفيديو اللي عمل ضجة كتير كبيرة على منصات التواصل واللي أثار غضب الفلسطينيين اللي طالبوا معاقبة هذا الشخص على إهانته لوالدته وتعامله معها بطريقة أغضبت كل من شاهد الفيديو. خلونا أول شيء نتابع جزء صغير من الفيديو، من بعدها خليني أقولكم شو صار. امشي من هون. اكيد تذكرتوا الفيديو بعد انتشار مقطع الفيديو بالايام الاخيره الماضيه واللي رافقه موجة انتقادات حاده للشاب اللي ظهر بالفيديو وطريقه تعامله مع والدته. ظهر هذا الشاب بفيديو جديد ويعتذر من والدته بعد ضغط أبناء الحي عليه في مسجد الكروم وإقناعه بضرورة تصحيح الخطأ. لنتابع. على كل حال اللي صار صار واللي حصل ما عاد يرجع وطلق متى ما خرج سهمه ما عاد يرجع لحد وين وصلنا. بعد انتشار الفيديو الأخير واعتذار الشاب من والدته بعد الموقف يلي صار بينهم، العديد من المغردين العرب والفلسطينيين علقوا على هالموضوع، بداية من جودي كرم يلي قالت الله يهديك بس يكون الاعتذار من قلبك وندمك على غلطك كمان وتكون من قلبك. فهذا الشيء اللي طالع، ما حد بالكو أحن من قلب أمك، والله لو كان أي شخص تاني مكانه بعمره ما قبل أسفك واعتذارك، بس لأن أم ضحت بكرامتها عشانك. أما تعليق آخر فكان من دكتور عاطف أبو موسى، قال والله لو ضل راكع عند رجليها لما تموت ما يكفي عن اللي عمله إلا إذا كان ربنا بيتجاوز عنه وبيسامحه. أما تعليق آخر من أم إيهاب يلي قالت أخيرا الأم بتزعل وبتاخد على خاطرها لو ابنها زعلها، لكن ما بتغضب عليه وبتدعي له بالهداية. هذه حال جميع الأمهات والله يهدي جميع أولادنا على خير.